بص بقى، دي كيكه بالزبيب وجوز الهند. دي عباره عن ايه؟ كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق. انا حاطه لها نص كوبايه من الزبيب، نص كوبايه من جوز الهند، اتنين بيضه، نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من جوز الهند المبشور، وهحط لها على وشها كمان جوز هند. هو في صينيه مدوره ولا مفيش؟ فهنا هحط في الخلاط البيض، اتنين بيضه، بسم الله الرحمن الرحيم، نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من السمنه، كوبايه اللبن، الفانيليا، ونضربهم مع بعض برضو، كوبايه السكر طبعا، هاجي هنا هحط كوبايتين الدقيق، كوبايتين الدقيق، فين البيكنج باودر بتاعها؟ ماشي، ناخد ده، معلقه كبيره بيكنج باودر، كوبايتين دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، رشه الملح، هحط هنا الزبيب علشان ما يسقطش في ارضيه الصينيه، فهحط نص كوبايه من الزبيب مع الدقيق كده، ونص كوباية مع جوز الهند كده، معاه يبقى انا حاطط في الطبق ايه؟ هقول تاني، كوبايتين من الدقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة الملح، نص كوباية من الزبيب، نص كوباية من جوز الهند. واحط جوز الهند المبشور على وشها بقى كده كده بالراحه، بصوا كده، بتاخد حوالي 3 معالق كبار.